تم اليوم تنسيق دائرة شؤون البلديات لاجتماع بحضور سعادة رئيس الدائرة وفريق العمل المختص مع السادة سعادة مدراء بلديات الإمارة. تم اليوم مناقشة العديد من المواضيع التنسيقية ذات الصلة مع والمشتركة ما بين البلديات. من ضمن هذه المشاريع أو المواضيع المشاريع التطويرية التي تقوم فيها البلديات، تم دراسة هذه المشاريع وآلية توحيد الإجراءات وآلية تنسيقها وتطبيقها على باقي بلديات الإمارة. من ضمن أيضا بعض المواضيع اللي تم مناقشتها تحديات اللي واجهت الدولة بشكل عام والإمارة بشكل خاص بخصوص المخفضات الجوية اللي فاتت. تم دراسة هذه التحديات، تم مناقشة طرق الحل، سيتم إن شاء الله دراستها بشكل تفصيلي ورفعها للجهات المختصة. من ضمن التوصيات أيضا اللي طلعنا فيها من هذا الاجتماع أن سيتم تعميم جميع المشاريع التطويرية ما بين البلديات وتطبيقها في جميع البلديات إن شاء الله. لاحظنا ما شاء الله في جهات كثيرة من البلديات منفذة مشاريع ما شاء الله سباقة فيها، ونتطلع إن شاء الله في تعميم هذه المشاريع التطويرية على باقي البلديات بإذن الله.